بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، ومع ذاو الجديد نبدأ، وعلى الله نتوكل. Do you remember the energetic egg? Egg. Eh. Eh. This is the eh sound, and this is the letter E. Eh. Egg. Energetic egg. Eh. Vowel جديد. Egg. Energetic egg. نبدأ E. Vowel E. Web. 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 شوف، مش وي وي وي، لا و اه اه اه. web web web. egg 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 egg. egg. vet vet vet. vet 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 vet. ten 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 ten, ten. Ten. Bet ten egg. Bet ten egg. Bet ten. Ten. Bet ten. 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 Egg. Ten. Ten. Egg. Bet ten egg. Bet ten egg. Bet ten egg. The vet. The vet. The vet, the vet, the vet. The vet has ten. الطبيب البيطري يملك أو عنده ten. The vet has ten. The vet has ten big eggs. الطبيب البيطري عنده عشر بيضات كبار، أو يمتلك عشر بيضات كبيرة. The vet has ten big eggs. 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 طبعا يا بنات، الحين بدينا في فاول اي. معي فاول اي اللي احنا خلصنا، هذا اللي هو هدول اي ام ان اد اج اب ات، هذا كله فاول اي. تمام، معنا قصة قصيرة كذا ما شاء الله، من يعني مكونة من 132 صفحة، كل صفحة فيها اربع جمل، ثلاث جمل صغيرة كذا، على مدار الدورة بإذن الله كل يوم ثلاث صفحات، صفحتين أنزل لكم على الواتس وتقرونهم، راح تحسون الأمور طيبة جدا. طيب الحين إحنا في فاول إيش؟ إيه. أخذنا إيه، إيه تنطق إيه، إي تنطق إيه، إي تنطق إيه. إحنا أخذنا هنا إيه، بعد كده آم، بعد كده آن، بعد كده آد، بعد كده آج، آب، آت. هنا إيه، إيد، ان، ات، الثلاثة هدول. طبعا نبدأ بقى الحين في القصص اللي هي على فاول ايه. احنا خلصنا الجملتين الاولانيين. Do you remember the energetic egg? اه اه. طيب. This is the إيه sound. إحنا خلصنا الاثنين الأولانيين وقرينا بما فيه كفاية. اللي قرهم الله يرحم والديكم، جزاكم الله خير، ما قصرتم. نبي عشرة ما قرهم. تجرؤوا يا بنات، والله العظيم حتجيكوا اللغة من الممارسة. ما راح تجيكوا لغة إلا من الممارسة والمحادثة والتطبيق. لو درستي في كامبريدج نفسها، لو درستي في بريطانيا، في لندن، في أمريكا، ما مارستي والله العظيم ما حتستفادي شيء. ليش؟ تحس انك عجزانه كذا، تعرفي بس كانك متكتفه.
تعرفي تبي تتكلمي بس ما انت قادرة تقولي شيء، بس فاهمة كل شيء، فاهمة وعارفة بس ما انت بقدرة. بالتطبيق واحدة واحدة راح تنطلقين، يعني انا ما اسمع افلام بس راح تسمعين الافلام هذه الاجانب، راح تسمعين وتفهمين كل كلمة خطوة خطوة، راح تتعلمين منهم كل كلمة. The ants النمل want the yam. The ants النمل wants the yam. النمل يبغى البطاطا. The ants ants هنا في اس للجمع لأنه أكثر من اثنين. The ants want the yam. The ants want the yam. The ants want the yam. The man puts وضع jam on the yam. The man puts jam on for the ants. الرجل وضع مربى على البطاطا من أجل النمل. يلا نفتح لكم باقي المشاركة الحين، أنا فتحها تقريبا. نبي أحد يقرأ، ارفعوا يدكم، ومشكورين اللي شاركوا معنا جزاهم الله خير ما قصرهم. نبي 10 جداد ارفعوا يدكم ويقرأهم. تفضلي تفضلي اللي كتبت هذه، تفضلي اللي أنا قلها عدل الرقم ما عدلته. اقرأ هذه هذه. ما تسمعي كلام وما كلمة مصري. تفضلي تفضلي يا اختي، واحده غيرها يا بنات يلا. ها the aunties صح عليك تكلمي want they am. شكرا جزيلا. من تقرا ثاني يا بنات؟ ها من تقرا ثاني ارفعوا يدكم هنا، raise your hand كذا من هنا، ارفعوا يدكم عندكم علامه اسمها raise your hand. تفضلي يا رغد، وبعدها الأخت اللي دخلة من دل. رغد والأخت اللي The man puts jam on the yam for the ants. شكرا جزيلا. الأخت اللي دخلة من دل تفضلي. The ants went to the yam. The man puts jam on the yam for the ants. شكرا جزيلا، الله يرحم والديك يا رب. شكرا جزيلا. من تقرا ثاني يا بنات غير اللي قرهم؟ ها ارفع يدك زي كذا، ريز يور هاند، عندك ريز يور هاند يعني ترفع يدك. ها او اكتبي انا على الشات ترى، بس لين تعرفون. تفضلي اللي كتبت الاولى تكتب، اللي كتبت انا تكتب تقرا انا. وعد او ولاء، ولاء تفضلي يا ولاء. Ants want the yam. The man put jam on the yam for ants. شكرا جزيلا. ها اللي بعدها اللي كتب يا بنات، اللي كتب جمنا تقرأ. روان اقرأ يا روان، ورغد. Aunties. صح عليك. ها the ants، شوفي لاحظوا في الغالب ما شاء الله ما في غلط في القراءة بس في تردد، يعني مثل حياء بالضبط، كأنها مستحية بس هذا مو حياء، لا هذا شوية خجل خوف، شوية عدم مواجهة. هذه went the man. تفضلي. ها طبعا أنا ما أقصد يا أختي، ما أقصد يعني بتكلم الجميع. طيب تفضلي مين تقرأ تاني يا بنات اللي رفعت يدها؟ جواهر تقرأ يا جواهر. ها تفضلي يا جواهر. ها the ants The ants want the yam. شكرا جزيلا. The man put jam on the yam for the ants. شكرا جزيلا، الله يرحم والديك يا رب. من تقرأ تاني؟ نوير تفضلي يا نوير، قرأي تفضلي. The ants want the yam. The man put jam on the yam for the ants. ما شاء الله، والله بإذن الله ستخرجوا من هذه الدورة تقدروا تدرسوا هذا المنهج إن شاء الله رب العالمين. ها تفضلوا. من تقرأ تاني يا بنات اللي رفعت يدها؟ اللي رفعت يدها تقرأ تفضلي. ها طب واحدة تقول أنا تقرأ.
تفضل يلا ها. The ants ها the ants علي صوتك شوي علي صوتك يا أخت علي صوتك شوي بعد الأخت هذه جود تقرأ يلا يا جود The ants want the yam. The man puts jam on the yam for the ants. شكرا جزيلا شكرا جزيلا الله يرحم والديك يا رب أشواق تفضلي يا أشواق ها The man puts jam on the yam for the ants. شكرا جزيلا pots شكرا ها من تقرأ تاني بعدها تفضلي يا أنوار تفضلي يا أنوار الله يرحم والديك تفضلي ها تفضلي يا أنوار تفضلي واحدة كاتبة هنا على الشات اللي كاتبة على الشات تقرأ على طول نورة عالي تفضلي بعضهم لا بالعكس أنتوا حتطبقون على الواتس أنتوا حتطبقون كلكم على الخاص أنا ليش خليكم تقرم أنا أبي واحدة تغلط أبي واحدة تتجرأ فقط اغلطي اقري أنا أبي الجرأة هذه لكن كلكم حتطبقون إن شاء الله على الواتس كلكم راح تطبقون بس الهدف من قريتكم هنا إن تشجعوا بعض هذه اللي أنا بيها فهمت علي لكن أنا ما ضيع وقت والله أنا أقصد هذا المقصد إن تتشجعوا لأن بدون مواجهة ومحادثة وقراية يعني الإنسان يعني أنا أحكي لكم قصتي صارت معي قسما بالله طبعا أنا من قرية والقرية هذه عندكم مثلي يعني مثلي عندكم البدو هنا مو بدو بس فلاحين يعني محافظين يعني مرة محافظين وكذا فعندنا أفضل شيخ في القرية يخطب يعني مؤثر جدا كان تعبان في أسبوع في الجمعة فيوم الخميس بالليل الساعة 12 بالليل أنا كنت في الجامعة لسه اتصل علي وقال لي أبيك تخطب مكاني طبعا هذا الشيخ أحبه مرة يعني إنسان قدوة فعلا ما شاء الله طبعا قال لي وأنا ما خطبت ولا مرة طلعت على المنبر وفي هذا الوقت ما أنا اجتماعي ماسك الكتب أحفظ ليل ونهار وعندنا في مصر الأمور نفسية مرة بنحفظه ليل ونهار كنت أنام ساعتين بالليل فقط عندنا 1000 كتاب مو 1000 كتاب يعني مثلا عندنا 6 مواد كل مادة فيها 6 مذكرات والمذكرة تخش في 700-800 ورقة فبنذكره ليل ونهار ساعتين بس أنام يعني مثل ما عندك كده تقولون يعني الإنسان شفتوا الانطوائي مع صاحب الكتاب وكل شيء المهم معلش أنا بنضرب المثال هذا للفايدة والله المهم قلت له خلاص أبشر بخطب بكرة طيب أنا لا طلعت على منبر مرة ولا خطبت ولا عمري تكلمت قدام 2-3 حتى صاحبي أكلمه وكلمني وعلى والمسجد هذا فيه ربعي عيلتي قبيلتي اللي انتوا يعني كلهم يعرفوني يعني الغلطة تبقى فضيحة يعني تبقى مهزأة يعني ومسخرة وأطلع يا بنات على المنبر والمؤذن يأذن قسما بالله أتمنى الأرض تنشق وتبلعني أتمنى إن أنا أطلع كيف من المسجد يجي أحد يأخذني كده يطلعني أنا طالع على المنبر وأذن ولا كلمة في راسي قسم بالله ولا كلمة ولا حتى كيف حبدأ في ذهني كل اللي أنا ذكرته بالليل خدت ساعة كده حفظتها كل اللي حفظته راح قدامي كل اللي قدامي أعرفهم وأعداد غفيرة المسجد مليان وبرا المسجد ناس واقفة وربعي مثل ما تعرفون يعني فضيحة وأتمنى إن الأرض تنشق وتبلعني في هذا الوقت وأقول يا رب لا تفضحني يا رب أيدني وعني وأبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وأقول الحمد لله رب العالمين وأشوف كل الناس مركزة معي كل الناس تناظر أنا طبعاً اللي يواجه الجمهور أول مرة يفكر اللي يناظر هذا يفكر إنه بنظره هو ما هو بنظره هو مركز في الكلام وأبدأ بسم الله والله العظيم ربنا فتح علي خطبة هذا اليوم وانطلقت في خطبة أطلع وقول الحمد لله ان انا عديت من هذا المأزق يعني ما انا حاسس ان انا اديت خطبه كويسه
كل الشباب ما شاء الله. انت بقى لك كم سنه بتخطب؟ انت بتخطب في الجامعه؟ انت بتخطب؟ اقول سبحان الله. من بعدها، من بعد الورطه هذه اللي تورطتها، من بعد الورطه هذه اللي تورطتها، غبت اكثر من 8 سنوات في مصر اخطب. ايش صار؟ الناس تطلبني بالاسم، صار الناس تطلبني بالاسم في جوامع اخرى وكذا. هذه الورطه اللي انا تورطتها، اللي كنت قسما بالله العلي العظيم اتمنى الارض تنشق كذا وتبلعني. شفتي قدامك اكثر من 2000 واحد جالسين، وبرا المسجد مليان، وكلهم يعرفونك بالاسم ويعرفونك بالشكل ويعرفونك و هذه الورطه اللي تورطتها هذه، اللي انا معرض ان انا اوقف خلاص ما اتكلم. تخيلوا، انا حاسس ان انا بوقف، بمسك المايك كذا واوقف ما اقول شيء. بعد الورطه هذه والزنقه هذه، هوب ربنا فتح علي. فهذا اللي انا ابي احطكم فيه، هذا اللي انا ابي احطكم فيه، والا كلكم ان شاء الله حتطبقون على الواتس. فالنماذج اللي انا بختارها هذه من باب انك تشجعوا بعض. ها، انا ملاحظ الاخت انا اقرا توقف، اقول ما حتعرف تقرا، وفاجئ ان ما عندها ولا غلطه. شفت ثاني مره، ثاني مره الاخت هذه اللي تشارك باذن الله ما حتوقف الوقفه هذه، على طول حتقرا. بعدها حصير عندها الامور عاديه جدا. طيب نختار مين؟ معلش انا طولت في هذه القصه، لان هي لسان حالكم كلكم، يعني اللي انتم فيه انا عشته، اللي انتم فيه انا حضرته. نبدا بمين؟ مين تقرا؟ مين تقرا يا بنات؟ انا بقرا. اتفضلي. ها تفضلي. اللي قالت انا تفضلي. ها. The ants went the شكرا جزيلا. The man gets jam on the yam for the ants. شكرا جزيلا، الله يوفقك يا رب. من تقرا تاني؟ في واحده رفعت تفضلي. تفضلي اللي قالت انا اقري. تفضلي. The ants went the ants. تمام. ها The man best jam and the yeah. ممتازة. For the and شكرا جزيلا جزيلا مرة. احنا يعتبر ما اخذنا شيء، احنا ما اخذنا للحروف ترى. ها، معنا ان شاء الله بناخذ اكثر من 150 160 170 محاضرة لين ننتهي ان شاء الله، يعني بإذن الله. قيس إن إحنا هذه البداية، عقبها بإذن الله رب العالمين راح تنطلقون في القراية مثل الحلاوة، مثل ما تقولون. من تقرأ تاني يا بنات؟ ها؟ أنا. تفضل يا أختي اللي قالت أنا. The ants want the yam. The man bust jam when the yam for the ants. شكرا جزيلا، الله يوفقك. هديل وفي، اقرأ يا في ثم هديل. The man that jumped on the yam for the ants. شكرا جزيلا، يلا تفضل يا هديل. تفضل يا هديل. تفضل. The ants want the yam. ممتازة مرة. ها. The man that jumped on the yam for the ants. لاحظوا ان اي واحدة قرأت مو حافظة، اي واحدة قرأت مو حافظة، انا متأكد بتهجى. تمام، يعني الحمد لله بداية مبشرة. ننزل تحت تاني نشوف ايش فيه. طيب اللي رفعوا ايديهم تقرأ. مين رفعت ايديها يا بنات تاني؟ مين تفضل اللي رفعت ايديها تقرأ؟ تفضلي. The aunties want the yam. The man bought jam on the yam for the ants. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. راح نشوف تاني وش تحت في بقى الحين. vowel add a تنطق a تنطق a d تنطق d يبقى vowel add d تنطق د add dad dad dad
داد داد اج 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 باج باج اج باج اج 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 ب واج باج. يلا كلمات سهله جدا. يقول listen point and repeat. listen point and repeat. dead bad bag rag. dead bad bag rag. dead bad bag rag. يلا من يقرا؟ من تقرا يا بنات؟ نبي ناس جديده. نبي ناس جديده. نبي ناس جديده عشان ما روان ما قرأت. الناس اللي قرأت جزاهم الله خير، الله يرحم والديكم، ما قصرتم. نبي وجوه جديدة. ها تفضلوا يا بنات اقرأوا. ها اللي قالت أنا تقرأ، اللي قالت أنا اقرأي. أقرأ؟ إي نعم. داد باد باك راق. شكرا جزيلا. عائشة اقرأي. يا عائشة داد باد باك راق. شكرا جزيلا. مشاعل اقرأي. يا مشاعل اقرأي تفضلي. داد باد باك راك. ممتازة. جواهر اقرأي. يا جواهر تفضلي. الاثنين اللي داخلين مع بعض من غرفة واحدة يا بنات، يكفيكم جهاز او كل واحدة تروح في غرفة عادي عشان الصوت. يلا تفضلي. ها داد باد باك راك. أقرأ؟ إيه تفضلي. داد باد باك راك. مين تاني تقرأ؟ رهف أول مرة ترفع يدها، تفضلي يا رهف. داد باد باك راك. شكرا جزيلا. ها مين تقرأ يا بنات تاني؟ مين تقرأ؟ تفضلي. أنا بقرا. تفضلي تفضلي. داد باد باك راك. شكرا جزيلا. ها من تقرا تاني يا بنات؟ أنا. تفضلي. ها داد باد باك راك. شكرا جزيلا. ها الأخت في وبعدها هديل تقرا. في ثم هديل. داد باد باك راك. تفضلي هديل. ها داد باد باك راد. شكرا جزيلا. ها الاخت ديل اللي كتب اللي داخله من جهاز ديل. داد باد باك راد. الاخت رزان وبعدها روان. ايوه شكرا جزيلا. انا بغيت اقولها والله بس انحرجت. الاخت اللي رفعت ايديها وقرت اضغطي على الريس تاني بتروح العلامة عشان بس نعطي فرصة للايه للبنات الاخرات. يلا يا رزان. داد باك باك داد باك باك رايت. ها الاخت هاش هذه الايفون هذه تفضلي اقرأي ثم ام باسل. داد باك باك باك. شكرا جزيلا. ها ام باسل تفضلي. يا ام باسل. ها داد باد باك راك. شكرا جزيلا. شكرا الله يرحم والديكم. هذه اكبر فايده وصلنا لها اليوم اني خلاص في صار في وجوه جديده بتقرا. هذا وش معناها؟ ان حطمنا مرحله الخوف يعني خلاص صرنا نتجرا بعد المرحله هذه الانطلاق ان شاء الله. يلا مين تقرا؟ الاخت هذه قرات ولا ما قرات؟ يلا ناس ثانيه ترفع يدها. يلا يا بنات مين يقرأ تاني؟ خلاص يكفينا هنا. داد باد باج راج. طيب الحين يا بنات باج باج سيركل اند رايت. حط دوائر على على نكون نبي نكون الكلمة هذه ونكتبها. نبي واحدة كل واحدة بكلمة. حلو؟ ممكن أنا الثانية؟ ابشري ابشري. اللهم صل على سيدنا محمد.
الأخت اللي رفعت إيديها هذه يا ليت تتكلم وتقرأ لنا الكلمة، وإن استطاعت تكتبها تكتبها. ها اقريها اقريها، تفضلي اقري، تجرؤوا يا بنات تجرؤوا. ها بارك، شكرا جزيلا. وش الغلط هنا؟ الغلط اللي هنا ال ار، يبقى باج باج. يلا الاخت الثانيه تكون لنا هذه. راج. ممتازه، اكتب لنا اياها هنا. راج. شكرا جزيلا، اكتبيها هنا، اكتبيها عادي لو غلط، تفضلي هنا. ها تعود انك تكتبي عادي. ها خلاص اكتبها انا، راج. لا تستحون من الخط، ترى انا معلم بقالي 17 سنه والحين اول سنه اتعلم على الجهاز على الكتابه باليد، هذه كاني في اولى ابتدائي الحين. شفت كتابتي كيف كيف سياره. ها هذا وش نقول عليك، الاخت اللي ترفع يدها داد. يلا داد. على دوائر واكتبيها داد. شكرا، اكتبيها هنا. ممتازه، يبقى باج راج داد. المفكره مين يقول لنا عليها؟ المفكره هذه مين يقول عليها؟ انا باد. تفضلي. ها باد. شكرا جزيلا، حطوا على دوري واكتبي. ممتازة ممتازة جدا، شكرا جزيلا. باد 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 باد. يبقى باج داد باد راج. نبي واحدة من اللي رفع يديهم هدول تقرأ. من تقرأ يا بنات؟ من تقرأ؟ أنا. تفضلي. ها باج داد باد راج. شكرا جزيلا. ها واحدة تقرأ كمان يا بنات، تقول أنا. أنا تفضلي. اللي قالت أنا ثاني مرة تقرأ، تفضلي. باد باد داد. تفضلي تفضلي. أنا. يلا تفضلي تفضلي. باد داد باد راج. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. تعال نشوف بقى الحين فاول اب اب ا ا ب ا ب اب 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 سي تنطق ك مع اب ك كاب 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 القلع بعد. يلا نحاول نصغر شوي عشان يمديكم تشوفوا الشاشه كلها. يلا كاب ماب ناب كاب ماب ناب تاب كاب ماب ناب تاب. يا ليت تتعلمهم اللي رفعت ايديها تعرف تلغيها بحيث ان نشوف ناس جديده. اللي تبي ترفع يدها اللي تبي تقرا ترفع يدها من الناس الجديده. ها يلا اروى تفضلي. اروى تفضلي. اروى تعلمهم كيف ترفعوا اليد. ها اروى ثم جواهر ثم روان. ها يلا اروى بعدها جواهر ثم روان. يلا تفضلهم. ها كلمات سهلة. كاب ماب ناب تاب. شكرا جزيلا. ها بالترتيب اللي انا قلته عشان انا نسيت يمكن جواهر ولا شيء. ها تفضلوا. يلا يا بنات بالترتيب اللي انا قلته. ها جواهر تقرين ولا اقرا؟ خلاص كاب ماب كاب ماب ناب تاب. شكرا جزيلا. اللي بعدها الاخت اللي بعدها الاخت اللي بعدها تفضلي. ها أنا بقرأ. تفضلي تفضلي. ها كاب ماب ناب تاب. شكرا جزيلا. ها كاب ماب ناب تاب. شكرا جزيلا. تفضلي تفضلي تفضلي. ها كاب ماب ناب تاب. الناس الجديدة اللي ما كاب ناب تاب. احنا استفدنا اليوم كثير، ناس تجرأت الحمد لله. ها مين يقرا جيد؟ مين ما قرا؟ مين ما قرا يحاول يقرا معنا. تفضلي واحدة تكون ما قرت اول مرة. ها كاب ماب ناب تاب. جزيلا. مين واحدة جيدة كمان تقرا؟ ها انا. تفضلي. كاب ماب ناب تاب. اسير تفضلي. اسير اسير قرت كاب
tap nap tap. شكرا جزيلا. من تقرا ثاني يا بنات؟ من تقرا؟ ها انا. تفضلي يا انوار اقراي. ومشاعر وهديل تفضلي. ها كاب ماب ناب تاب. اللي بعدها حسب الترتيب اللي انا قلته. انا. تفضلي كاب ماب ناب تاب. شكرا جزيلا. مين ثاني يا بنات؟ مين ثاني ما قرأت؟ انا. اللي ما تعرف ترفع يدها تقول انا. ها مين؟ انا. تفضلي تفضلي اللي قلتي الحين. ها كاب ماب ناب تاب. شكرا جزيلا. مين تقرا ثاني يا بنات؟ مين؟ يلا تشجعهم تشجعهم. انا. يلا تفضلي كاب ماب ناب تاب. واحد تقول انا. ها انا. تفضلي. كاب ماب ناب تاب. اللي قالت انا الثانيه تقرا. ها في اثنين قالوا مع بعض انا، واحده قرات اللي بعدها تقرا. ها انا استاذ. كاب ماب ناب تاب. شكرا جزيلا. الله يوفقكم. الامور صعبه ولا سهله يا بنات؟ سهله. الحين نبي نوصل الكلمة نبي نوصل الكلمة إيه معناها. يلا مين تشارك معنا؟ مين تشارك معنا؟ أنا بوصل. ولاء تفضل يا ولاء. أول مرة توصلتها. يلا يا ولاء. يلا يا ولاء. تاب وين حنوصلها؟ ها تاب عند صنبور. يلا اقري لي إياها كذا الكلمة. تاب. يلا الأخت واحدة واحدة تقول أنا. ها أنا. يلا اللي قالت أنا واحدة تقرأ. ها الكلمة الثانية وتوصلي. كاب. يلا أنا. وصلي لي إياها كأنك تقدري توصلي بيها. توصلي وعادي. يلا ها يلا ممتازة. شكرا جزيلا. ها من تقرأ الكلمة هذه وتوصلها؟ أنا. تفضلي. ها نعم. يلا عند عند القيلولة تحت. نعم نعم وصليها وصليها كأنك تقدري. وصلي بيدك عادي تجرأي. ها ممتازة. شكرا جزيلا. أصف. آخر كلمة. ها مين ما شاركت يا بنات؟ ماب. ها؟ ماب. يلا تفضلي وصليها. هاي شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. تاب كاب ناب ماب. يا بنات انا ما ودي احد يكون ضايق عليه يكون نفسه شارك وما شارك. انا اليوم الحمد لله كسبنا ناس شاركت كثير الحمد لله، وان شاء الله بكره اللي ودها حتشارك وهي متردده ان شاء الله حتتشجع اكثر. Is that your cap on the map? Is that your cap on the map? نيبي 10 جداد ما قروا ابدا، وفضلا اللي قرت اعطي مجال لاني معنا 3 دقائق ويفصل. ابي 10 يكتبوا على الشات ورا بعض. اللي تكتب بالترتيب انت تكون عارفه، انت عارفه دورك. اكتبي انا وبالترتيب اقرم. فهمت علي؟ عندك الشات تكتب انا وكل واحده تقرا بترتيبها. فهمت علي يا بنات؟ في الشات كده اللي تبي تقرا ما قرات اكتبي انا وانا بختار، او انت اقرا اعرف ترتيبك. اللي كتبت هذه اقري يلا، واللي بعدها كتبت تقرا حسب ترتيبكم. يلا تفضلي. That your can on the map. شكرا جزيلا. الاخت اللي كتبها الثانيه تكتب تقرا. Is that your cap on the map. شكرا جزيلا. الاخت اللي بعدها بترتيبك بترتيبك اللي انت لحقتي. Is that your cap on the map. شكرا جزيلا. ها الاخت اللي بعدها. Is that your cap on the map. شكرا جزيلا. Your راح ناخذ هذا النقط ان شاء الله. ها ممتازه. من اللي بعدها؟ اللي بعدها يا بنات. ها اللي كتبت انا بعدها. شكرا. اللي كتبت بعدها يلا تفضلي. ها اكتبي انا وانت عارفه دورك. يلا ها تفضلي. طيب واحدة تقول أنا وتقرأ. مين شارك معنا؟ تفضلي. ها Is that your cap on the map. شكرا جزيلا. الله يوفقكم يا رب. ها مين تقرأ معنا؟ مين تقرأ معنا في آخر دقيقة؟ يلا بسرعة يا بنات. أبي واحدة ما قرأت. ها تفضلي. ها أنا. تفضلي. Is that your cap on the map. شكرا جزيلا. انا ملاحظ ان الحمد لله رب العالمين ما في غلطه، بس هي الحياء شويه والتردد. يعني الحمد لله كل اللي بتقرا بتقرا صح. ها واحده ثانيه جديده ما قرات. ها انا. تفضلي. ها
Is that your cap on the map? شكرا جزيلا. واحدة كمان قبل ما يفصل يا بنات. يلا ها مين تقرأ تجي إذا ما قرأت؟ تقول أنا. ها مين حتقول أنا؟ أنا. يلا تفضلي. ها It is that your can or that man. شكرا جزيلا. Your cab. Your cab. Your cab. شكرا. ها مين كمان واحدة قبل